شاكر فضلكم وشاكر وجودكم. ليا ثلاث تعليقات بسيطة. هو أنا خالد سعودي بقدم برنامج مختص بصناعة الدواجن، وأنا بالأساس مربي دواجن. عشان أنا مربي دواجن فأنا عندي ثلاث نقط. دكتورة اللي هي في قلوبنا كلنا، دكتورة منى، وهتفضل في قلوبنا على طول. بس أنا دايما بعترض على بعض الحاجات وهي بتقبل اعتراضي. أنا معترض مش على قانون 70، أنا معترض على إن قانون 70 مفيش آليات موجودة لتنفيذ القانون. الآليات دي محتاجة ميزانية كبيرة، والدولة ما عندهاش استعداد إنها تطلع الميزانية اللي تطبق بها قانون 70. قانون 70 قانون محترم، لو طبق مشاكل الصناعة تتحل، بس للأسف إحنا ما عندناش آليات. لو جينا فصصنا الآليات بتاعت قانون 70، آليات تنفيذه يعني، مش هنلاقي ولا حاجة من اللي المفروض تتعمل واللي إحنا بنسعى ليها من فترة طويلة من مجازر في أماكن مختلفة. إحنا قلنا إن المجازر موجودة وبتكفي، بس هل هي موجودة في أماكنها الصح؟ دكتورة منى تقول لا، مش موجودة في أماكنها الصح. المجازر مكدسة في أماكن، وفي اماكن ما فيهاش مجازر خالص. اذا وبالضروره الفرخه هتتنقل كده كده من مكان لمكان حي. ده اول حاجه. العربيات بتاعه النقل، طريقه تعامل المزرعه مع المجزر مشكله خطيره، لان المجازر بتاكل اجل، والعربيات محتاجه والمزرعه محتاجه ان هي تقبض فلوسها على باب المزرعه. قصص كبيره في قانون 70 هي عباره عن اليه. مفيش اعتراض على القانون يا دكتورة، واحنا معاه ومع حضرتك. احنا اعتراضنا كله على الآليات اللي محتاجة مجهود ومحتاجة ميزانية كبيرة. ولو حضرتك اختلفتي معايا اسمع اختلاف حضرتك وبكون سعيد باختلافي معاكي. بعلق برضو على موسى بيفري، هو قال الالتزام الحكومي بنقل مزارع الدواجن. انا شايف ان ده حاجة شبه مستحيلة. احنا عندنا الصناعه دي زي ما توني بي قال زي الدكتور، دي بتخدم صغار مربيين في الدلتا وفي اماكن كتير في مصر. صغار المربيين دول صعب جدا ان هم يتجمعوا، ده مبدئيا شبه مستحيل ان احنا نتفق مع بعض على اننا نطلع لمكان بعيد، وصعب جدا ان يكون عندهم امكانيات للنقل ده. وحتى لو عندهم امكانيات واستعداد للنقل، فاحنا محتاجين في الاماكن اللي هيتنقلوا ليها بنية تحتية خطيرة، محتاجين مستشفيات. انا مش هنقله من غير ما اكون عامل له مستشفى ومدرسة وطريق وقصص كتيرة هنقله فيها، لاني بنقل له حياته. يعني بلس ان هو ما عندوش استعداد لده نفسيا، بس لو افترضنا ان احنا اوجدنا هذا الاستعداد فانا محتاج اوجده له بصورة لائقة. انما هقول له روح انت الصحراء يا حبيبي لوحدك كده، عيش في حياتك من غير مدرسة لابنك، ما ينفعش. دي تنفع لكبار المستثمرين، تنفع لكبار المستثمرين. انما لل70% اللي هم المربين الدواجن اللي بتقوم عليهم الصناعة، فأنا أعتقدها شبه مستحيل. وبما إن يعني خلقت لأعترض، يعني بعد إذن الدكتور، وبما إني خلقت لأعترض، بعترض على الدكتور سيد شلش في إنه بيقول إن الصناعة مش عشوائية. لا، هي الصناعة عشوائية منذ خلقت إلى أزل الآزلين. الصناعة عشوائية، وهي جمالها بالمناسبة في إنها عشوائية. والصناعة دي لو فقدت ميزة عشوائيتها، لو فقدت ميزة عشوائيتها، في ناس كتير هيهربوا منها، لأن هي مبنية على المخاطرة، مبنية على إني أنا ممكن في دورة أكسب 200,000 جنيه. هي قمار حلال، فهي مبنية على عشوائية، إن أنا عندي أمل إن أنا أكسب مكاسب كبيرة، وده اللي بيخليني موجود. عارف لو العشوائية انتهت من الصناعة دي، هبقى عارف ان انا الليمت بتاع مكسبي مثلا 5,000 جنيه. في ناس كتير هيسيبوا الصناعة، مش هو ده التارجت بتاع حبهم للمكسب. لا، ده انا عايز اكسب كتير. في المقابل ممكن ابقى هنا قاعد على ترابيزة قمار، في المقابل ممكن الاقي نفسي خسرت كتير جدا. فهي الصناعة
صناعة شوية. اللي احنا دورنا نعمله ايه في العشوائية دي؟ ان احنا ننظم عشوائية. هرجع تاني خطوة لورا بعد اذن معالي الدكتورة في قصة القروض والخمسة في المية. القروض صعبة جدا يا دكتورة. معظم المربين والمزارعين حاولوا ياخدوا قروض وما عرفوش ياخدوها. يعني اجتهدوا كتير في انهم ياخدوها وما عرفوا. في يعني هو بيقول لك عشان تاخد قرض لازم تبقى مرخص. وعشان تبقى مرخص لازم مزرعتك تبقى كويسة. ما انت لا لازم المزرعة اصلا تبقى كويسة. فكده انت هي البيضة الاول ولا الفرخة. فهو مش هيعرف ياخد قرض طول ما مزرعته مزرعه سقفها بايظ وشكلها وحش وكلام من ده. بمجرد يعني قصدي ان هي الموضوع فيه استحاله في موضوع القروض. ثم ان المربي القرض بالنسبه له هيسيء استخدامه. يعني القرض بالنسبه له ومش عارف حضرتك نجح القروض في البتيلو ولا ما نجحش. بس نجح لو نجح في البتيلو يبقى ان شاء الله ممكن ينجح معانا في التسميه. انا طولت عليكم وشاكر فضلكم وبعتذر لاعتراضي. بس هي بوينت بقولها.